مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم إن شاء الله، وإن شاء الله نتعرف على آرائكم الواردة في الموقع الرسمي لقناة كربلاء الفضائية، وما هو اللون الذي يؤثر على نفسيتك بعد إن شاهدنا الاستطلاع اللي أجراه لنا مشكور الزميل كرار الحمداني، وشاهدنا آراء مختلفة، بعضهم يفضل بعض الألوان وبعض الآخر يتضايق من بعض الألوان. بالتأكيد هو كل لون إلى فد ميزة خاصة وإلى تأثير نفسي، يعني هذا التأثير إحنا نشعر به هو أساس الموجود، لأنه إذا نتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى نشاهد بعض الأشياء موجودة بألوان مميزة، هذه الألوان ما أجت اعتباطا، نشاهد أنه لون السماء دائما اللون الأزرق، لون البحر الأزرق، ولون الأشجار كلها باللون الأخضر، هذه بها فوائد، يعني تأثيرها على نفسية الإنسان، على شعور الإنسان، على راحة الإنسان، على السلام اللي يشعر به الإنسان. خلينا نتعرف أيضا أكثر على آرائكم الواردة، ولكن قبل لا نتعرف على الآراء خلي أتعرف من زميلتي أنه الألوان اللي تحبينها انت، وايضا خلينا ننتقل الى موضوع جدا مهم. عندنا مساله انه اني لما احب الوان اخلي ابنائي اشتري لهم نفس الالوان اللي انا حابتها، فالمفروض شويه نفصل هذا الموضوع، لانه قبل قليل تحدثنا انا وياش انه اني احب بعض الالوان فاشتريها لاطفالي، فنعطيهم مساحه انه يختارون. احسنتي سوزان، انا يمكن العبها صح بالنسبه لاختيار الالوان. مثل ما يقولون هذه العبارة، لأنه أنا أسأل للطفل مثلا لابني أنه شنو تحب، إذا هو احتار وما أعرف شنو يختار أنا أروح أختار الأصفر. نعم. لأنه لوني المفضل، فأبدي أنه ألبسهم، تشوفين هواية من ملابس الأطفال لونها أصفر يناسب الأصفر، هو أساسا مع الحركة وتفاؤل. نعم يعني. يقال أن اللون الأصفر هو لون الغيرة، لكن أنا ما أشعر بهذا الشعور، بالعكس هو لون التفاؤل. نعم. فرح، ويعني يعطي صفاء، ينطي هدوء. نعم. لهذا احنا داخلي دائما نخلي بالاستوديو، يعني بلا شعور انت لما تشوفيه راح تحسين براحه، ما تعرفين انه سبب هذه الراحه الا من تاثير هذه الالوان، خصوصا مع الابيض، جدا لطيف اللون الاصفر مع الابيض، وهو اصلا يتنسق مع هواي الوان، تقدرين تنسقيه مع تقريبا كل الالوان اللون الاصفر ممكن انه نختاره. خلينا ايضا اعرف قبل ان نبدأ التعليقات، شنو لونك المفضل سوزان؟ الاصفر، لانه هذا السبب انه اشتري لابنائي دائما من التيشيرتات باللون الاصفر، فقبل قليل نبهتيني لهذا الموضوع انه معقوله انه انا مأثر عليهم باختياراتي، انه الاشياء اللي احبها انا اللي اشتريها لهم، فخلينا نفصل مثل ما ذكرت، اتفقنا على هذه النقطة انه لا خلي اسالهم اعطيهم مجال، لانه ممكن اني ديكورات المنزل اني اللي احددها وملابسهم اني اللي احددها واشيائي اني اللي احددها، فخلينا نعطيهم مساحه حريه. نعم. لانه حسب هو اللي شنو اللي يحب. نعم احسنتي، واحد من الاراء قال انه اني يزعجني اللون الاسود. نعم بالعكس، اللون الاسود هو لون الوقار والشخصيه الجاده. يقال سيد الالوان، لكن كثرته واستمراره يمكن يسبب الكآبه والحزن. خلينا ايضا نقرا ونشوف تعليقات اخرى. ام علي تقول اللون الابيض يمثل لي صفاء واربطه بالنوايا الحسنه، ولون الثلج كذلك يعجبني، اللون البرتقالي يمثل الانطلاق والتفاؤل، ولون ثمرة البرتقال، فعلا ألوان لطيفة يا أم علي، شكرا لك. محمد يقول صباح الخير، اللون الأسود والنيلي والسمائي ألوان هادئة وجميلة، فعلا هي صراحة كل الألوان حلوة، يعني ما نقدر نميز بين لون ولون. نعم. حسين كربلائي أيضا يقول أفضل اللون الأزرق هادئ ويبعث على الراحة، وهو لون السماء ولون الماء، أحسنتم. عبد الزهرة يقول من خلال الألوان يستطيع علماء النفس معرفة شخصية الإنسان ببعض الألوان التي تبعث على الارتياح في النفس، وبعضها يبعث على الخوف والقلق وغيرها. أحسنتم يا أخونا عبد الزهرة، بالفعل تأثير الألوان ممكن أنه يساعدني أنه أحل شخصية بعض الأشخاص حسب الألوان اللي يرغبوها. نعم. معكم أيضا علي العراقي يقول لون السماء حيث ينعكس على الماء يؤثر بالنفس ويشرحها، واللون الأسود من الألوان المحببة لي. وخادمة الحسين تقول السلام عليكم، أفضل الألوان الأزرق ومشتقاته، فيه الصفاء ولون السماء والماء والطبيعة، ومع ذلك كثير من الألوان جميلة مثل البنفسجي والنيلي، لون هادئ. الحمد لله الذي جعل الحياة فيها كل ما يسر لمن يريد أن ينظر بما خلق الله، شكرا لكم وفقكم الله ورعاكم. فعلا يا خادمة الحسين، الله سبحانه وتعالى من علينا بهذه المنة، منة تعدد الألوان في الحياة كي لا يصيبنا الملل. هناك تعليقات أخرى تقول الله حسبي يقول الأبيض يشعرني براحة نفسية، ولون الأخضر يذكرني بلباس أهل الجنة ولون أهل البيت عليهم السلام. أحسنتم، شكرا لكم. نعم.
أيضا من التعليقات الأخرى نور الزبيدي تقول: اللون الأبيض من الألوان المميزة عندي، فهو يدل على النقاء والطهر والفرح والسلام، وتبعث لنا بقلوب بيضاء. شكرا جزيلا. تقول: هذا اللون يبعث على مشاعر الراحة والأمل والتفاؤل، فهو لون ناصع يمتلك خاصية الإنعكاس، وله تأثير فعال في عملية استرخاء الأعصاب وتهدئتها. محللة اللون الأسود، عفوا اللون الأبيض. وأيضا من التعليقات الأخرى شعاع الموسوي تقول: اللون الأخضر والأصفر أتفائل بهن، أما بالنسبة لبنفسجي فأرتاح لنفسيا. البرتقالي تقول: هو لون خريفي إلى طابع خاص، الأسود كئيب. ليش يا أختنا شعاع الشمس اللون الأسود؟ إحنا جاد اليوم هواي تعليقات تجي على اللون الأسود رافضينا بشدة. اللون الأبيض تقول يثير الأعصاب، تحليلش خاطئ للأسف، اللون الأبيض هو بالعكس يثير الاسترخاء ويدل على السلام. أما الأزرق تقول: أحس بأنه يوسع أفق البصر. أحسنتم بالنسبة لهذه التحليلات، وبعضها ما نتفق وياكم للأسف بها. مريم الحسن تقول: أفضل اللون الأزرق، وتبعث لنا بقلب أزرق، وتقول: الأزرق لون جميل وهادئ ويبعث بالنفس الراحة، وهو لون البحر والسماء، وأيضا أحب اللون الأخضر لأنه يمثل لون الطبيعة. فنشوف اختيارات تقريبا المشاهدين من الطبيعة يحبون لون السماء، لون الأخضر، الأشياء اللي ماخذينها اللي اعتادينا عليها وفتحنا عيننا عليها وصارت عندنا خبرة بها، يعني وتعايشنا ويا هذه الألوان. نعم أحسنتي سوزان، فعلا الألوان جميلة جدا، كل الألوان صراحة جميلة إذا ما اختيرت بتنسيقها بصورة دقيقة. وإذا أردنا في اليوم ننسق، خلي ننسق من الطبيعة. الله صحيح. سبحانه وتعالى أجمل المنسقين، حيث خلق الطيور بألوانها. تشوفين أنه مريحة للعين مهما اختلفت الألوان، لأنه سبحانه أبدع في تنسيق الألوان وهو خالقها.